صحاب ياسر، كنت أقرب شخص من موسف المرزوقي تقريبا. 2001 كبرت علاقتكم مع بعضكم، علاش اليوم وقت اللي موسف المرزوقي وصل للسلطة ما كنتوش أصحاب، ما وليتوش أصحاب؟ ما وليناش أصحاب وتفارقنا. تقابلنا كان مرة واحدة بعد الثورة، تقابلنا مرة واحدة في داره بتاع سوسة، وتواعدنا باش نعاودوا نتقابلوا. يا أخي شفت اللي الشيء والمنهج اللي ماشي فيه ما هوش هذاك هو الباهي، وهذا الكلام قلته له من الاول، قلت له ابعد ما هوش وقته، نصحته ما حبش يسمع الكلام، هو حر سي ليجيتيم. مي الوقت نشوف الجيستيون تاع رئاسة الجمهورية توا تسقف لانستيتيوسيون بريزيدونسيال تشلكت، وقت اللي نسمع انا اليوم اللي قاضي تحقيق منع نشر الكتاب هذايا ومصادرة الأرشيف تتصور رئيس الجمهورية فين ولات؟ معناها لو كان عنده شوية منصف المرزوقي عقل اللي كنت نعرفه عليه وشوية شجاعة اللي عرفت بها كل شيء قدم استقالته، لأنها المؤسسة متاع رئيس الجمهورية اللي ميزة مال سي الانستيتيوسيون اللي تشلكت، ما هوش حكاية رئيس الجمهورية، المؤسسة نتاع رئيس الجمهورية وفات. طيب كنتوا أقرب الناس من موسف المرزوقي، علاش ما حاولتوش تنصحوه، ما حاولتوش تعاونوه؟ بالكش الناس الكل خليتوا بيه، جبدتوا بيه، ما خربتولوش. لا ما خلاش بيه، هو دور روحه بالعباد اللي قالوا تقول له إي. مثلا عماد الدايمي، مثلا خالد بن مبارك، مثلا هذا عدنان المنصر، العباد اللي تقول له إي، العباد اللي قالوا له لا خلاوهم ليكار. يعني ما يحبش شكون ينقل ما يحبش عماد الدايمي، نعرفه من وقت باريس.